استاذه شكون انت استاذه نجيمه؟ يعني كماذا قدمتي الى المغاربه في الجانب الحكواتي وفي جانب التراث الشعبي من بدايه حياتك؟ اولا ما يمكنش نقول بانه قدمت، انا كنقوم بالواجب ديالي كوطنيه وكمواطنه، من واجبها انها تساهم في بناء هذا الوطن. يعني اولا من الموقع ديالي كاستاذه باحثه، من الموقع ديالي كأم، من الموقع ديالي كسياسيه، ومن الموقع ديالي يعني كعضوه حكومه صاحب الجلاله سابقا. يعني هذا كله كيشترطوا فيا انني نشتغل ونعمل من اجل المساهمه في بناء ديال المجتمع ديالنا وفي بناء هذا الوطن. وطبعا اختياري انا في المجال ديالي يختلف عن مجال الاعلامي ومجال الفيزيائي ومجال يعني الطبي. انا المجال ديالي في التراث اللامادي، وطبيعه انا كنامن بواحد الايمان قوي بانه الا كان كنا دائما عندنا الهوس مثل جميع الدول النامية في البحث عن الكنوز الطبيعية من بترول ومن غاز وهذا، انا كنآمن بانه الى يعني الى حد ما راه كنآمنوا بالكنز البشري اكثر. فانا كنهتم بزاف بالكنز البشري وبالكنوز البشرية وبالتراث الثقافي المغربي اللي يمكن هو في حد ذاته يساهم في التنمية المستدامة ويساهم في تسويق الثقافة المغربية، ويساهم ماشي غير في الثقافة، في تسويق صورة المغرب الحقيقية اللي بعاداته بتقاليده بتراثه. لأنه لو كنا عرفنا وقدرنا أننا نستهلك تراث غير اللي هو ماشي تراثنا، مثل تراث الهالوين، سان فالونتان، الكريسماس، والأجيال ديالنا الصاعدة نباهروا بالألوان وبالجماليات ديال هالتراثات ديال الآخر أو اللي كنستوردوه من جهة أخرى. فيه يعني مسألة ما كنقدروش نحكموا حنا الجيل ديالنا الصاعد على أنه انبهر بهذا التراث وانبهر بهذا الالوان وبهذا الانجذاب للثقافات الغربيه او الثقافات المشرقيه بين قوسين. كباحثه في التربيه ورئيسه جمعيه فعاليه التربيه والثقافه، كيف تعاملتم في المشهد الثقافي في جائحه كورونا؟ الا سمحت لي انا على الاقل نكمل الفكره ديال انه ما يمكنش نلوموا الشباب ديالنا والجيل ديالنا الصاعد علاش انهم كينبهروا وكينساقوا وكيستوردوا ثقافات اللي ماشي هي ثقافه ديالهم. المسؤوليه ديالنا حنا كحكومه، كمدرسه، كبرامج تعليميه، كاسره، كشارع، كاعلام، كلنا مساهمين باش نخليو دائما تراثنا واحد التراث يكون دوني، وتراث دائما كي نعتبره بحال المومية، بحال المومي يعني ميتة، شي حاجة اللي قديمة ما عمرنا ما تعاملنا مع تراثنا بالشيء الجميل وبالجانب اللي فيه نصف الكأس العامر أو الممتلئ. لأن احنا دائما كنشوفو التراث ديالنا في نصف الكأس الفارغ، ودائما كنربطوا التراث بالخرافه، نربطوا التراث بالتخلف، كنربطوا تراثنا بالشعوذه وبالخرافه. والدليل قطع على انه دائما مثلا بعض عاداتنا وتقاليدنا كنربطوها دائما بالسحر وبالشعوذه وبالاشياء اللي هي دائما كتمس الهويه المغربيه وتمس المغرب في حد ذاته. اذا سؤالك كنرجع له، شنو المبادره اللي قمنا بها باش نساهموا حنا كفاعلين وكباحثين في هذا المجال؟ اولا الفكره انبثقت من جامعه بنو زهر، حيث كنت ادرس هناك كاستاذه باحثه، واسست مع زملائي سواء من داخل الجامعه نفسها او من خارج المملكه مجموعه البحث حول الموروث الشفهي اللي سميته لوغريو، اللي هو كيذكرنا بلوغريو يعني العالم او العارف اللي الافريقي اللي كيقولوا عليه ان مات احترقت مكتبه، لو غريو سي مور لو غريو مور ان بيبيوتيك بغول. هذا هو بالنسبه لهم، هذا الغريو بحال الراوي عندنا، بحال الشيخ اللي او شيخ الكلام كنسموه حنا شيخ الكلام. ف
تصوروا معايا ان الحلقه في الزمن الماضي كانت تساهم في التربيه والتهذيب. الحلقه مامره ما كانت كان عندها واحد دور كبير في المقاومه، دور كبير في التربيه، تربيه الاجيال. رجالات من الدوله كانوا يعني منا رواد الحلقه، وكانوا كيحضروا الحلقات الشعبيه لان كان فيها شعر، فيها ادب، فيها قيم، فيها اخلاق، فيها ما كانتش حتى الرقابه اللي كانت رقابه معنويه، لان كان اللي كيهمنا كاملين هو انه يهمنا هو جيل صاعد، يكون جيل وطني، جيل يعني عنده قيم ومبادئ قويه. اذا في هذه الجامعه هذا اسسنا هذه البوتقه، وخلاتنا اننا نخرجوا من البرج العاجي اللي هو من الزجاج اللي كان كيعيش فيه الاستاذ الباحث، وما كيشوف يعني الاستاذ الجامعي الخارج كان من بعيد. حنا قمنا بثوره وخرجنا وحنا في سنه 1900.